حتى تأثير منخفض الجو البارد وعدم الاستقرار، ويكون الجو باردا جدا والفرصة كبيرة لنزول الأمطار. درجات الحرارة اليوم في العاصمة عمان 8 صباحا 2 ليلا، وفي المفرق 10 صباحا 5 ليلا، وفي البحر الميت 21 صباحا 15 ليلا، وفي العقبة 23 صباحا 18 ليلا. ويحذر من تشكل السيول وتدني مستوى الرؤية بسبب الضباب، لذا مشاهدينا الأعزاء يرجى أخذ الحيطة والحذر، وإلى اللقاء في النشرة القادمة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بكم على جديد. طبعا هلأ في معانا ضيف لطيف جدا وصغير كتير، وأنا أول ما شفته وأنا داخلة على الشركة صغير كتير، بس عرفت أنه هو عبدالله شبيلات، أصغر مقدم نشرات جوية معانا اليوم. صباح الخير. كيف حالكم؟ منيحة. صباح الخير، صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. فيش مدرسة اليوم؟ ما في مدرسة، أوف يعني اليوم عطلة، فأنت أجيت تعمل نشرة جوية من عنا. أحكي لي قد إيه عمرك عبدالله؟ 7 سنوات. 7 سنوات. طيب 7 سنوات. هلا احنا احمد احنا رح نطلع نشوف لما عمل ثلج عبد الله في البيت الفيديو، رح نطلع نشوف الفيديو. اوكي، رح انت عمرك 8 سنوات؟ لا، 7. 7 سنوات، وانت اصغر مقدم نشاط جويه، وسمعنا ان انت عملت ثلج في البيت. مزبوط. طيب رح نطلع معاكم متابعينا نشوف عبد الله كيف عمل ثلج في البيت بهالفيديو الصغير. السلام عليكم، انا عبد الله شبيات. اليوم بانه احنا بنشتاق للثلج رح نجرب تجربه علميه عشان نصنع ثلج صناعي. نحتاج بيكنج سودا ومي بارد. بنحط المي البارده على البيكنج سودا ونحرك شوي شوي، اصير عنا ثلج فلافي، ونسوي كره ثلجيه ونلعب انا واخوي وننظف ورانا. يعني مشاهدينا، بعد ما شفنا التجربة العلمية اللي عملها عبد الله، نحب نسألك عبد الله، أنت كيف عملت لهاي التجربة؟ المدرسة الخمائية عطونا تحديات، وما حد من هذول التحديات هو إنه نسوي تحدي يعني زي اختراع. فدورت على جوجل لقيت كيف نصنع ثلج، وأنا كتير بستاق للثلج، فدورت منيح فلقينا كيف نصنع ثلج فصنعته. كيف دورت؟ وين دورت؟ على جوجل؟ ومين ساعدك؟ ماما وبابا؟ ماما. ماما ساعدتك. ماما بتحب الطقس واشياء الطقس هيك مثلك انت. طيب احكي لنا عبد الله، انت يعني شفنا انك بتعرف تقدم نشرات جويه، بتعرف تحكي لهم عن حاله الطقس لليوم؟ كلمتين ثلاثه. اسعد الله صباحكم. مشان الاعزاء، تتوالى درجات الحراره ارتفاعها لتكون اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 إلى 7 درجات مئويه. بس بدكش تقول شكرا لمتابعينا؟ شكرا. يعني عبد الله انت بصراحه اشطر مني، يعني ولا انت متوتر ولا شيء، عادي على طبيعتك. مزبوط. طيب عبد الله، شو حابب تصير انت بس تكبر؟ عالم مخترع. مش متنبئ جوي. مش متنبئ جوي. لما يجي العطله بروح اصير نشره جويه بدل ما اخلص. يعني هي شيء جانبي بالتنبؤات الجويه، هذه هوايه. هوايه عندك التنبؤات الجويه. انت بتحب تطلع على مثلا على محافظات، على مدن، هيك تحكي عن حاله الطقس، تشوف اليوم الطقس. بتحب الثلج انت ولا لا؟ بحبه كثير. بتحبه كثير كثير؟ يعني اكثر فصل بتحبه الشتاء؟ لا، الربيع. الربيع ما عندك عشان حسين. ما مو حار ولا برد، عادي معتدل. يعني اجواء معتدله. بس انا حبيت حركه الايد عبد الله. مقدم يعني انت. طيب عبد الله، احكي لنا شو كمان عملت تجارب علميه غير الثلج؟ بس. طب ايش حابب تعمل؟ ايش حابب تخترع؟ ايش حابب؟ اخترع سيارة جديدة. تخترع سيارة جديدة؟ اوكي. واخترع عجلات جديدة سريعة كتير. طيب احكي لي، بالصف بالمدرسة بيسألوك دائما انت انه عبد الله احكي لنا كيف الطقس اليوم، او عبد الله مثلا شو بتتوقع الطقس يكون بكرة؟ يعني بيعرفوا انه انت بتعرف بالاجواء؟ ما حكيت لهم ولا لحد، بس اجيت بدون ما احكي لحدا سرية. لا، انت لما بتروح على المدرسة يعني الصبح بيعرفوا انه عبد الله بيعرف بالجو، بيفهم بالجو، بيعرف اليوم الطقس. حكيته حكيت لهم؟ قلت لهم انه ما في ثلج مثلا او في ثلج؟
قلت لهم بس ما حكيت قدامهم لا ما قالوا لي انه ما بيعرفوا انه انت بتعرف بالاجواء، ما حدا بيعرف ولا معلماتك ولا حدا اني رح اجي هنا. انك رح تيجي هون ما بيعرفوا عشان سر، عشان نصر رح يشوفوه هم هلا عم بتابعوك. ان شاء الله عم بيكونوا تابعيك. بتعرفي انت طالع هلا مباشره علينا على لايف، لايف طالع انت على منصات طقس العرب. طب انت مبسوط هنا؟ بتخيل حالك ممكن تيجي ليوم من الايام تصير واحد منا مثلا؟ حابب؟ طيب عبد الله احنا بنتمنى لك كل التوفيق بحياتك، وان شاء الله بتصير مخترع وتخترع سيارات وتصير متنبئ جوي وتحقق كل شيء بدك اياه بالحياه. وكثير مبسوطين انت معنا اليوم بطقس العرب. حابب تحكي شيء؟ شيء اخير؟ ولا إيش، خلاص تتشكر ماما تتشكر بابا. واشكر لابناء عمي من بحضر. ابناء عمك مش ولاد عمك ومش ماما ومش بابا؟ لا بحضروا كلهم. انت كثير 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 امور عبد الله عن جد، يعني انت الواحد بشوفك كل صبح هيك بنبسط. ولما حكوا لي امبارح في طفل جاي معنا وقلت في لعب في مزح في العاب بدنا نطلع، لا احلى منهم كلياتهم. يسعد صباحك عبد الله، وبدي اياك دائما تيجي عنا على طقس العرب لو يعني ما كان في مقابله معك، بس هيك تعطينا طاقه ايجابيه وتفاؤل. وبتمنى لك كل التوفيق بحياتك، ويعني شكرا لاهلك اللي يعني جابوك على هالدنيا صراحه. يلا شكرا لك يا عبد الله. متابعينا نطلع فاصل قصير جدا وراجعين، خليكم معنا.